أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 708 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، بينهم طفل في الخامسة من عمره. نحاول في بداية الساعة الأخيرة التعرف على كيفية حماية الأطفال من وباء كورونا مع ضيفي عبر سكايب الدكتور إياد سلطان، رئيس قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان. دكتور، اليوم تغيرت بالفعل المعطيات، حتى ربما أيام ماضية كان الاعتقاد السائد أن الأطفال محصنون ضد هذا الفيروس، لكن هناك عدة حالات آخرها ربما في بريطانيا عن وفاة طفل في الخامسة من عمره متأثرا بهذا الفيروس. هل يعني هذا أننا يجب أن نراجع المعطيات الموجودة أولا بأن هذا الفيروس قد يتمكن من الأطفال وليس فقط من كبار العمر والذين يعني لديهم أوضاع صحية معينة؟ نعم أخي العزيز، حقيقة الأطفال يصابوا بالمرض مثلهم مثل الكبار. الاعتقاد بأنهم لا يصابون خطأ، الأطفال حينما يصابون قد يشكلون بيئة للعدوى وانتقال المرض للآخرين، لكن لماذا يصيب المرض الأطفال بشكل خاص بشكل خفيف؟ هذا سؤال يحتار فيه العلماء حقيقة ولا جواب له لحد الآن، مع أن بعض الفيروسات الأخرى قد تصيب الأطفال بشكل خفيف، لكن حالات الوفاة في الأطفال سجلت أقل كثيرا من الكبار بلا شك. يعني إحنا ما ننظر إلى ووهان، هناك تقرير حديث نشر من الأطفال في ووهان أكثر من 2000 طفل أصيبوا حقيقة، مع أنه عدد المصابين بشكل كامل كما تعلم بالصين تجاوز 80,000، إلا أنه هؤلاء الأطفال في معظمهم كانت حالتهم خفيفة وبعض الأحيان لم تظهر عليهم الأعراض. 6% فقط هم الذين وصلوا إلى مرحلة حرجة ومعظمهم تماثل للشفاء باستثناء طفل في 14 من عمره. أما بالنسبة للكبار فتعلم في نسبة الإصابة الخطيرة تستدعي عناية في المستشفى تصل إلى 20%، يعني تقريبا 3 أضعاف الأطفال. لماذا هذا الانخفاض في الأطفال غير معروف، لكن بلا شك الوفاة ممكنة، الحماية الواجبة وخاصة حينما يحتك الأطفال بآخرون كبار العمر. طيب دكتور، في حال يعني أصيب طفل في بعدوى من فيروس كورونا، هل تختلف طريقة علاجه يعني ورحلة شفائه عن الطريقة التي يتبعها الأطباء والممرضون مع البالغين، أم أنه لا فرق من حيث المبدأ؟ يعني كما قلت عادة هم لا يحتاجون دخول العناية الحثيثة، لا يحتاجون عناية فائقة، هم يحتاجون عناية بسيطة أصلا. يعني المرض ليس له علاج شافي كما تعلم، فحقيقة ليس هناك ما يختلف في علاج الطفل عن علاج الكبير. المراقبة، العناية تشبه العناية بالكبير، وعند حصول الأعراض أو الحاجة للأكسجين أو الحاجة إلى دخول الآي سي يو هي كما قلت أقل كثيرا من الكبار بلا شك. طيب ما هي التوصيات التي تنصح بها لحماية الأطفال من هذا الفيروس دكتور؟ يجب أن يتبع الأطفال نفس التعليمات التي يتبعها الكبار، يعني هو البعد المجتمعي، ولذلك كثير من دول العالم أغلقت المدارس حتى لا يحتك الأطفال بعضهم البعض. ونحن الآن في الدول العربية كثيرة يعني عندنا البعد الاجتماعي اللي هو حظر التجول وإلى آخره، يجب أن ينطبق على الأطفال كما هو على الكبار. أيضا أذكر أن الأطفال يعني مع خفة الأعراض عليهم قد لا يسبب لهم مشكلة، لأنهم يشكلون بيئة خصبة لانتقال المرض للكبار وخاصة من كبار العمر أجدادهم، بالتالي يجب أن نحرص تماما على هذا الموضوع. طيب بخصوص يعني المناعة أيضا دكتور، عندما يصاب المريض أو على الأقل هكذا أيضا تقول الدراسات حتى الآن، خاصة وأن يعني مراحل تطور الفيروس ما تزال مجهولة والعلماء يطورون معلوماتهم أولا بأول، بما يتعلق بالمناعة حتى الآن هنالك ما يشبه القناعة في الأوساط الطبية أن الجسم يشكل يعني حاجز صد مناعي يمنع الشخص الذي شفي من الفيروس من أن يصاب مرة أخرى، هل ما يزال أيضا هذا الاعتقاد قائم؟ أكيد طبعا هذا الاعتقاد ما زال قائما. نحن في كما قلت في مرحلة مبكرة من التعلم عن هذا الفيروس، لكن الوقت سيخبر المزيد. هناك دراسة حقيقة في كندا أثبتت أن المناعة التي تحصل نتيجة هذا الفيروس هي مناعة نوعا ما من النوع طويل المدى. يعتقد يعني مقارنة بكثير من الفيروسات، معظم الفيروسات التي تصاب بها الإنسان تسبب يعني تؤدي إلى مناعة طويلة المدى وعدم إصابة مرة أخرى، فإن شاء الله يكون هذا الفيروس على هذا النسق، وبالتالي الأطفال الذين يصابون هم يتمتعون بمناعة في المستقبل، وبالتالي نتمنى أن الأجيال القادمة لا تمر بمثل هذه التجربة مع هذا الفيروس وتكون مستعدة من جميع النواحي لفيروسات أخرى.
طيب بالحديث عن المناعة، اليوم يثار جدل كبير حول مبدأ مناعة القطيع الذي طبقته بعض الدول كما هو الحال هنا في بريطانيا، ثم تراجعت عنه، ما يزال مطبقا في السويد وله انتقادات كبيرة. وفي المقابل هنالك الكثير من التحليلات والآراء التي تتعلق بأن هذا الفيروس أو هذا الوباء هو عبارة عن موجات. اليوم نشهد مثلا تراجع للموجة في إيطاليا وإسبانيا وإيران، لم تبلغ بعد في بريطانيا ذروتها. هل هناك احتمال أن يكون هنالك موجة صعود أخرى حتى في الصين، أقصد في الدول التي أعلنت أنها حاصرت الوباء؟ حقيقة هذه المشكلة اللي كل نواجهها، أول شيء عندما تبدأ الإجراءات الوقائية على مستوى الدولة مثل حظر التجول وكما قلت البعد المجتمعي، الآثار تبدأ تظهر بعد عدة أسابيع، يمكن 3 إلى 4 أسابيع، خصوصا في الدول التي تأخرت مثل إسبانيا وإيطاليا. وبالتالي فهذا الذي يحدث، يعني نرى تأخرا وتراجعا في انتشار الفيروس وربما انحصار في الحالات، كما يعني الصين أثبتت أن هذا الشيء ممكن أن يحصل. طبعا الاشخاص الذين يتعرضوا للفيروس هم معرضين في المستقبل، وبالتالي فاصابتهم محتمله. الان المشكله لا نريد لالوف المرضى ان يصابوا بنفس الوقت، لان هذا سينهك المنظومه الصحيه، ولكن يعني مع الوقت سيتنتقل العدوى الى الاشخاص الاخرين. املنا الحقيقي ان شاء الله في القضاء على هذه على هذا الوباء والجائحه هو اكتشاف علاج او مصل فعال، وانا شخصيا متفائل بهذا الكلام. شكرا جزيلا لك دكتور على جرعة التفاؤل. ربما أيضا الدكتور إياد سلطان رئيس قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية، كنت معي من عمان.